Au Big City, barakallahu fik. Je vous remercie pour l'initiative. Sherif Zawash, bon, tout le monde sait, bien sûr, nous avons une calme à la Fourousie taqlidia, je crois. Sherif Zawash, nous sommes de Tunis. مولود في تونس في نجد بن عروس عام 39 1939 سام في 81 عام ce jour aujourd'hui voilà 21000 سنه و والدي بون عزيز عبد الزاوج كان تسمعوا به كان مونغانو بتبعته كان جاي سوسه شراها نشير في سيدي بو علي تلاقيه بابا شريد الزاوج qui est ingénieur agronome, où il زرع زيتون وعمل معصر زيتون ولا معروف بالزيت نتاعو à tel point que il a eu la médaille d'or à Paris en 1955. C'est là où j'ai eu l'idée de faire un centre d'animation de folklore. Il s'est mis à Bourges le Forcin. Bourges le Forcin. Une femme هذا عام 67 1967 في قلب التعاود وقتها نحولنا الزيتون انه غزتي بلو ريان دونك سيتي بريسك اون نيسيسيتي ملزومين باش نعملوا نحولنا كل شيء دونك جي اون ايدي قلنا باش نعملوا توا باش يزيدوا نحيوا لنا الدار والمعصره وحبوا ياخذوها جماعه باش يعملوا فيها خاطر اكبر بنيه كانت في المنطقه دونك جاتني الفكره باش نعمل وقت السياحة بدات السياحة بدات في تونس ما كان شيء معناتها ان يافي با دانيماسيون دو تو دونك جو فريكونتي ان بو لو توريزم بطبيعتي نمشي صغير كنت نمشي للوتلة مع صحابي دون شاتيل مجيد شاتيل لي جون كوا دو ليبوك اي بون اي ان يافي با دانيماسيون قلت جي كونو ان دي شيف دون اجونس توريستيك سويدواز قلت له جو فودري فير ان بروجي دانيماسيون دو فولكلور افيك دي شوفو اكسيتيرا اه قال لي مي سي سرا تري بيان يا با سا قلت له جو سي يا با سا اسكو فو سوري ما تجي اسكو اون بو افوار اسكو فو توريست فياندري لا قال مي وي هزيت وريته البقعه قلت له سي با ترو لوان 25 كيلومتر على سوسه قال لي مي نو با دو تو قال لي نو اون فا جوسكا 12 اون فا او سارا اون فا تونيس رين دو تو 25 سي ا كوتي اي بي ما دا يخدم قلت به نبداو بالفروسيه بون علاش الفروسيه؟ الفروسيه خاطر انا فارس انا بنفسي فارس نركب على الخيل ونربي الخيل من صغرتي من اللي انا صغير خلينا ناخذ نكملوا في البرج خلينا نرجع شويه مع شريف زوج حياته مع الفروسيه من صغير بتبعتي ولد فلاح والدي مش يفلح يمشي شويه الهنشير ويجي لا عايش غادي كان عايش في الهنشير هو زرع الزيتون نتاع اللي عندنا احنا هو زرعه من اللي هو صغير يزرع فهمت في الزيتون دونك كان يخلط برشا في الباديه ويعرف الناس ويمشي للشيخ فلان شيخ فلان نتقابلوا الكل ويهزني معاه صغير ست سنين سبع سنين ثمان سنين خاطر انا قريت في سوسه حطني حذاه انا من تونس عندنا دارنا في تونس وعندنا دارنا غاديك في الهنشير هو أغلبية الوقت في الهنشير ويمشي ويجي ما بين الهنشير وتونس وحطني بيات في ليسي دو سوس دونك في الويكاند هذوما السرعة السبت والأحد يجي يهزني ويهزني معاه دونك ريت الحروسات بالجحفة والفروسية والواحد دونك كانت حاجة خارقة العادة جيت بلوي باغ سا وقت صغير معناتها تبهرت بالفروسية التقليدية وناس تنكز وهدرة والكل وأنا وليد صغير ست سنين سبع سنين عشر سنين الكل ديما نشوف فيهم حياتي الكل نشوف فيهم ويزني بعيدة خاطر هو بنفسه يركب على الخيل كان
وليت نركب الحال في الخيل مع أولاد. هذه التصوير عملي وقتها تقريب 29 سنة 28-29 هذه الفرس. هذه أنا وقتها أخذت فرس عربي من سيدي عمر أبو حجلة وبصيفتي صاحب ياسر ولد خالد حسني خالد هزيتها للبطان وقدمنا عليها حصان هذا اللي جابه سي بشير بن مراد اسمه بوفغو ديابل. دونك شراه بشير بن مراد وجابه لتونس ومن بعد باعوا للدوله ولا ايطالون يهبل كان كبير. دونك جاي سيت جومون سو برودوي لا من فرستيانا ربيتها انا ملي هي صغيرون تبع فيا وانا كذا ولات كيف معناتها سي تونامي سي با شوبان حبت حياتي. بون ركبتها وقعدت نركب فيها 18 سنه معناتها معناتها شيء خارق العاده كبرت عشت عمر هذه فهمت. دونك سي جومون اكسخوردين عملت بها كنت نمشي بها شقيت بها البرو الكل في تونس معناتها خارق العاده فهمت. هذيك كنت نمشي بها من سيدي بوعلي حتى القبلات هنشي اللي عندي في القبلات نقف زغوان عندي ليله غادي ونكمل معناتها خارق. مشيت بها لدوز مشيت بها نرجع للفروسيه التقليديه. دونك تبهرت انا بالفرسان اللي كانوا خارق العاده وبطبيعه الحال وليت نعرفهم مليح نعرف الفروسيه نعرف فلان سي الشيخ الشلبي سي فلان دونك حماد نعرفهم الكل معناتها وليت نعرفهم الكل يعرفوني ونعرفهم. دونك وقت لا جاتني الفكره هذه قلت نعمل مداوري ومشافات. شكون كان مداوري معاك؟ جبت جماعة المداوري هذا واحد من اسمه مش الفحص مدوري الفحص لا 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 محرز ميلاد مداوري اي جنب بعد من بعد محرز ما جاش من الاول. جبت ولد الشيخ الشلبي هذا ولد هذا علي الشلبي كان فارس خارق العاده وشكون قدلوا اللبسه نتاعو معلم ويحط الشاش والكل حمد الجلولي اللي هو كان صاحبي السيد احمد الجلولي اللي هو كان فارس عظيم وبوه الله يرحمه زاد سي الحبيب الجلولي فرسان تزين معناتها خارق العاده فهمت وسخمه كانت حاجه من فوق العقل بالتمقات ومعناتها الباس خارق العاده. دونك ما نقولكش الشهره اللي خذاها البرج معناتها خارق العاده. احنا انا في اللول في بالي 100 بقعه تكفي كفاوش 300 ما كفاوش 500 ما كفاوش. دونك الفروسيه كانت هي الحاجه المعجبه فهمت. وبعد هذايا مشيت لدوز خاطر تشهرنا برشا وبطبيعه الحال قلدونا برشا ناس بطبيعه الحال من الاكبر وتلا معناتها عملوا هما زاد دي سون دو فولكلور وما قعدوش ما داموش برشا عامين ثلاثه وطاحوا ومن بعد ولاو عملوا عود ولتوا موجودين يعني كما يقولوا دوار ولا ملعو ولاو اخرين كيفنا نفس الشيء لمام ميم بروغرامي افيك موان دو باناش خاطر البني نتاعنا كان خارق العاده والمقام خارق العاده ووالدتي الحبيبه زاوش فهمت هي اللي تلهيت بيه من بعد معناتها هي بالاول بطبيعه الحال كانت غادي باش تسير انا ومن بعد هي هذه هي الحبيبه وهذا ولدي كريم اللي معها وقتها فهمت. دونك الحبيبه هي تلهيت بيه دونك سا مارشي تري بيان حتى لين جات المشاكل هذه بعد هي توفيت الله يرحمها وحتى لين الثوره اللي وقفت الدنيا الكل السياحه مشيت على روحها حسيت. نرجع معك شويه تاريخ الفروسيه. دونك بون دونك انا وقت تغرمت ياسر وقت ريت الدعايه والشهره نتاع الفروسيه التقليديه وكنت نمشي المهرجانات كي مهرجان عقارب هذا مهرجان عقارب معجبه كانت معجبه مهرجان عقارب كنت نهز معايا صحابي اللي يجيوني خاطر نعس برشا في الخارج قبل ويجيو يطلعوا علي كذا نهزوا المهرجان عقارب نهزوا المهرجان عقارب يتبهروا نقول لك 3000 بشر يباتوا غادي خيم و الفرسان تاع تونس الكل يجيو غادي يتصبوا غادي مهرجان ما ثم كان العربه 150 ولا 400 فارس يجيو
كلهم بالسلاح. ايه هدره بالسلاح نتاعهم وهي الامان وهدره معناتها بشفات ومداوري معناتها وزغاريت حاجه من فوق العقل معناتها تخشوا هذا معناتها. وليت جاتني الفكره قلت تو هكاك مهمشين حتى حد ما يعاون فيهم ما عندهمش قرد ما تعرف تعبوا ما عندهمش امكانيات قويه باش يواصلوا بالفن هذايا الفرسان ولا المهرجانات؟ الفرسان لا المهرجانات فما مشكله المهرجانات يجيوا العرب يجيبوا ماكلتهم معاهم الكل نون سيتي سبونتاني ها؟ الهام نتاع الفروسيه وعقارب كان اكبر واحد هذاك حاجه من فوق العقل فهمت وليت كلمت جماعة قلت لهم علاش ما نعملوش جماعة الفرسان علاش ما نعملوش معهد من أكاديمية فهمت باش تعلم أولادكم الفروسية التقليدية على قاعدة فهمت خلي كيف لا لا قلت لهم ندونا هاو عندنا في وزارة الثقافة تعاون هاو سي الغبابي عامل كذا وسي فلان كذا وشتيح ونضيح يعاونونا وقتها انا جيران حبيت ندخل في كارتاج جيران سي القليبي سي شادي القليبي وزير الثقافه قبلته وحكيت له الحكايه تاع هذايا قال لي فكره خارقه العاده ايه قال لي مالا تو نلموا جماعه وجيني الوزاره و كيش يقولوا ايوا واختموا على الفكره هذه نتاعك قولوا لهم على الفكره نتاعي وخلينا نعملوا راي ونعملوا قلت له لازم معهد باش يتكون عندنا هناشر برك الله الدوله عندها برشا هناشر ناخذوا هنشير من هناشر الدوله ونجيبوا ناس حتى من الخارج كان لازم يعلموا معناتها لا نوتريسيون دو شيفال كيفاش ياكل الحصان كيفاش تنظفوا كيفاش تعمل خاطر هذا الكل في البدايه ما يعرفوش بعد ما همش خبراء في الشيء هذا يعملوا دمغي معناتها يلزم على قاعده كيف فرنسا ما جافي لومبيسيون باش نرد الفروسيه كيف سمير فهمت معناتها بوكو با هذا شو اللي ناقصنا عندنا حاجه اللي ما عندهمش هما احنا خير منهم هما سي كلاسيك نو في دي لا فولتيج افيك سا سي اكستراوردينار توا بختباس في سا بختباس يوتيليز الفروسيه نتاعنا راهو باش تبدا تعرف يعني شيء خارق العاده فهمت معناتها كنا نجموا نعملوا شيء هذا بختباس تنميه ونعرفوا مليح ياسر وقتلوا كان يجي يعاوننا باش يعاوننا فهمت الناس الكل تحب تعاونا خاطر فروسيه سيت اون كونفريغي نجم نقولوا معناتها سيت فماش فرق ما بين امريكاني تونسي افغاني مصري الحصان هو القاسم المشترك فوالا فهمت دونك كنا نجموا نعملوا شيء خارق العاده دونك عمل الملتقى هذايا جا فيه سي صالح المهدي سي مدير عام نتاع وزاره الثقافه جبت معايا انا سي احمد الجلولي خاطر سيد احمد كان بطبيعه الحال من مرجع الحق نتاع ربي بخصوص في الباس معناتها وفي الفروسيه بنفسها ايش يقول لي سي صالح المهدي قال لي قلت على مهرجان عقارب وحكيت لهم على مهرجان عقارب ما في بالوش برشا بيه مهرجان عقارب شو هو مين؟ عقارب عقارب قلت له كان تسمع بعقارب سيدي صالح قلت له اوكي يربطوا فيه الناس عقارب فما كيف يا مباني عقارب ولا حبس ما نعرفش قلت له عقارب يسمع بيه من سيرة اخرى من سيرة اخرى ما. قال لي مانا نستناو مهرجان عقارب وبعد مهرجان عقارب قلت له واش نستناو في مهرجان عقارب مهرجان علاه ما نعملوش؟ عندنا كل شيء باش نعملوه احنا سي با كي ديسيد سي ليتا انتم الدوله اللي باش تقترحوا عليهم انتم اللي باش تعملوا المعهد هذا هما ما يعرفوش شنو معهد باش يهمهم بالمعهد هما عندهم التقاليد نتاعهم ما حدش بحد راهم ما حدش مش بينا عاد حكيت له كيفاش يهبطوا فرسان بالمكاحل ويضربوا الكل وهي الامان وهدره والكل وتزغريت معناتها اون تي امبورتي الاجانب يجيبوا معايا يتخمروا يتبهروا بالشيء شيء ما راهوش فيه حتى بقعه ونزاد عمري ما ريت حاجه كناك بعد مهرجان عقارب عملته مرتين ثلاثه وما العام هذاك مهرجان عقارب ما صارش شو اللي صار عليه فهمناش وقتاش عرفت علاش مهرجان عقارب ما صارش وقت عملتك في التلفزيون معك حوار تونسي
وخبرني اسمه السيد اللي قعد معانا الله يرحمه توفى الله يرحمه عم علي الغريبي. قال لي من وقتها نحاو المهرجانات وجاو نحاونا المكاحل. علاش؟ على خاطر فهموا اللي فما جيش جيش فرسان فرسان بمعنى الكلمة مش فرسان 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 يقف على الحصان ويضربوا بالمكاحل متاعنا. شو هذا؟ برقيبة شو هذا؟ تحرير هذا مخترين هذا كيف هذا؟ هكا جيش هذا ستي نغمي ستي نغمي كان يتلموا عليهم نحي امسح عليهم. من وقتها قتلوا مهرجان عقارب مع واللي بتاعوا من الناس اللي شوية عندهم أسلحة زادوا نحاولوا لهم الأسلحة متاعهم بعد نحاولوا لهم الأسلحة 26 جانفي 1978 نحاولوا لهم كل شيء نحاولوا لهم كل شيء. ومن وقتها يظهر لي وقت تشاتر راي اللي بروسيا اللي هي قتلوها قتلوها ما عاونوهاش ما حبوش يعاونوها قتلوها عندهم هما سيت سيت اون سيت انار مينور كيفاش يقولوا تاع الباديه. شو كان منين جينا احنا العرب؟ شكون هزنا؟ شكون جابنا لتونس وهزنا لمصر ومصر والمغرب واسبانيا؟ الفرسان لا الحصان احنا العربي كيفاش هيك معناتها ما تستعرفوش بهذا؟ ما تعطيوش كارهم؟ حقرتوهم اسبوانا معناتها ما حبوش يعطيهم قيمتهم معناتها الفولكلور سي فولكلوريك مش حاجه كبيره دونك. وحبينا نعمل مهرجان اخر ما خلوناش. حبيت نعمل مهرجان كيف عقارب في السبخه اللي ما بين هرقل ولوتروت ريت فما كيف في السيف فما سبخه كبيره شايحه تبدا يقول عليك في الصحراء. قلت نجيبوا رخصه الوالي خلوا كيف كيف نو 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 المشاكل اللي مش تعمل لي هذه شو المشاكل السيد الوالي وقتها ما نقولش اسمه. قال لي سيكوريتي تعمل نجيب الجيش حطوا علاش الجيش خذوا شنو اللي ثم تو كانوا يعملوا فيه في عقارب. انا ما كنتش نعرف اللي عقارب وقفوها على خاطر الحكايه هذه. من بعد قالوا لنا كل شيء اللي نتابع الفروسيه الكل وقفوه وقفوه سيدي عربو حجله يا بلوغيان دونك توا ماهمش يعاونوا فيهم ماناش نعاونوا في الفروسيه التقليديه اللي هي من اهم ما ثماش عرس في الباديه ماذا به اي عرس في الباديه يجيب فارس مش يعملوا كمداوري ولا مش ها تقاليدهم تقاليد الباديه نحيها لهم خسر ما عادش يعرفوا يلبسوا ما نحاولهم معناتها الكبار اللي توفاو كيف سيدة سي علي يعني مات والشيخ الشلبي تبارك الله كان كان عمره وقتها ولده يركب مع يخدم معانا وقتها عمره 75 سنه وركب مع الحصان ودار منا قشي والكل 75 سنه ويطلع به يطلع به الحصان كذا شنو هذا معناتها كانوا ناس جدعان جدعان بمعنى معناتها والوهره حبر يركب على الحصان يولي أمير فهمت شوف الوهرة متاعه خسارة معناتها طيحونا قيمتنا دوما ما فهموهاش خاطر الناس بغيو قصي معناتها لا كرافات لا بوشيت اي سي تو ما يفهموش هاك الشيء هذاك حقرينه شوية وأغلبية برشا منهم جايين من غادي يحبوا ينساوا التاريخ من أكبر تاريخ عندنا البادية شو بيك البادية فهمت وكل خيمة وكل الجو وكل كسكسي وكل قاعدة وكل وهرة وكل صالحي والغناء الصالحي وينه الصالحي وين تسمع فيه برشا حاسين هذاك الكل مشي علينا مشي علينا قعدنا توا إتامة يسون أخفنا كان ينجموا رجعوهم يحتمل ما حبينا ما توا مع شكون أكيد با باغلي يا بعد من زورا كلتور يا بعد ما يفهموكش عايشين في جو اخر على مرض الله ان شاء الله بلادنا تريض وكذا ونرجعوا لك كان قعدنا ولا اولادنا ولا توما صغار شيء هذا يلزم يرجع تو انت تحب انت تحب توصل لليونسكو وشيء بوتيت يمكن يراو شي يعطيوش قيمه فهمت خاطر ما جو بلي فيغ من ايبوك معناتها في وقت في البرج عندي حبيت نعمل مهرجان دولي تاع الفروسيه التقليديه نجيبوا المغاربه الجزيريه الليبيه المصاري عندهم زاد تبارك الله فهمت اما وينهم معناتها باش تضيع علينا انا خايف اولادنا ما عادش يقول عليها حاجه تاريخيه قديمه ياسر انتيكيتي ولا
il faut la ramener. وديما موجودين الفرسان مازال موجودين في تونس الحمد لله ما همش مش مازال موجودين في كل بقعه تلقى الفرسان كيما سالم هاكا يخدم لاباس عليه سالم غرس الله وجماعه برشا ولاده حتى في جهه التسخير هذه في جهه تستور والهزيه اللي ما كانوش فرسان ولاو فرسان علاش قلت نعملوا ان سنتر اكاديمي ان اكاديمي باش يتعلموا في الاقل يتكونوا يولي هما بنفسهم يعملوا مشاريع مش يقعدوا تحت رحمه سفلان سفلان مش يخدمهم مش معقول هذا احنا حوار كلوتوري كان باش تقول لي شويه حسيت شويه غير بالنوستالجي فما شويه انت تير بالنوستالجي كيفاش يرى اليوم الشريف لو كان عنده عصا سحريه شنو نجم يعمل؟ كيف الأكسوار؟ اللي راها هي بريبونديرونت في سورتاج بطريقة كده شنو نجم يعمل؟ حويجة حويجة مبارك كيفو كريسة أكاديمية علاش؟ كيما مكتب تحب تعلم كيما القراية قراية يعني التكوين تكوين مهني أنتر جيمي معناتها يلزم اللي يوليو ويتكونوا باش يعرفوا التاريخ نتاعها ساعة ما يعرفوش تاريخهم ما يعرفوش تاريخ بتقول له سمي لي فارس في التاريخ ما يعرفوش ما يعرفش فهمت ما يعرفش يداوي حصانه ما يعرفش يوكلوا على قاعدة ما يعرفش يركبوا مليح ما عادش قبل ما عادش مشاو القدم ماتوا خاطر خذوا الدمغي على جدودهم وتوا تقطعت العمل الشيء هذا ما عادش موجود دونك يركب سبورتيف سي دي سبورتيف كي مونتا شفال C'est des, presque des jockeys. Non, ce n'est pas un jockey, le Fers. C'est un Wahra, ou Baja, ou le Bess, ou Aïlaman. Le Bess, ça. Ils disent que tu as appris tellement. Ou moi. Barakallahu fik. Barakallahu fik. C'est moi qui te remercie. Je te remercie pour ton initiative. En tout cas, je te remercie.